مرحبا. يعيش البعض حياة هنيئة، ومع ذلك تراهم يتململون متحدثين طوال الوقت عن اليأس. كلما اعترضتهم أتفى المشاكل تدفع بهم إلى فقدان حيواتهم معنويا بالسقوط في الاكتئاب، أو كليا حتى بالانتحار، بينما في المقابل يطل البعض الآخر في وضع صعب فعلا. شاءت الحكمة الإلهية أن تسقط عن الواحد منهم حاسة أو عضو أو حركة منذ الولادة أو إثر حادث طريق أو حريق أو سقوط أو إدمان أو مرض، جعلته للحظة وجها لوجه مع الموت. ومع ذلك هؤلاء تمسكوا بالحياة، تمسكوا بالألم وبالأمل والأحلام ليصنعوا ذواتهم الناجحة من جديد. برنامج المكتبة اليوم يتقصى سيرهم، سير أهل الأمل، أصحاب تجارب التحدي. إلى المكتبة. هذا كمال الرياحي يحييكم هذا المساء، ونعتذر على هذا التأخير الخارج عن نطاقنا بسبب التكنولوجيا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المكتبة. من السهل جدا أن يقول الواحد منا لست ذا شأن كما قال فرناندو بيسوا، ويخرج من هذه الحياة كما تخرج غيمة من السماء، برصاصة في الرأس كما فعل هيمينغواي، أو بإثقال جيوبه بالحجارة كما فعلت فيرجينيا وولف أمام البحر، أو برمي حبل في السقف كما فعل الأمريكي ديفيد فوستر ولاس، أو بارتماءة حرة من أعلى الطوابق كما فعل ستيفن زفايك وزوجته، أو كما حلق جيل دولوز من نافذته، أو حتى عبر طريقة السيبوكو كما فعل يوكيو ميشيما. لكن من الصعب جداً أن نجعل من هذه الحياة وصعابها رهاناً جديداً وميثاقاً، وأن نحول الخطر الذي بسببه يمكن أن نغادر هذه الحياة إلى عتبة تحدي لإعادة اكتشاف ذواتنا وقدراتها. في هذا الزمن الذي يتغنى بالنهاية ويؤسس لثقافة البؤس وثقافة اليأس وثقافة الموت والرحيل، سنقلب هذا المشهد الليلة ونطلق الحياة عبر من استعادوا البدايات وجروا الشمس إلى الوراء لتبدأ من جديد يومها، وقالوا ما زال الأمل ممكنا. هذه الليلة نستقبل فريق المكتبة ومعه ضيوف من المبدعين التونسيين المقيمين في تونس وخارجها، ضيوف على درجة من الخصوصية سيحدثون عن الأمل
عن الأمل المهدور اليوم في هذا الراهن. سنتحدث فعلا عن الأمل، ذاك الذي سخرنا منه عندما تحدث رئيس الحكومة منذ أيام أنه علينا أن نعود لبيع الأمل، لكن في المكتبة لا نبيع الأمل. علينا أن نصحح العبارة فنقول علينا أن نزرع الأمل من جديد في هذه الشعوب، الشعب التونسي واحدا منها، في أن نقاوم هذه الثقافة السوداوية التي أسقطونا فيها، ثقافة الإحباط، ثقافة النهاية، ثقافة انتهى كل شيء، ثقافة الفشل وتبرير الفشل بتلك الصعاب التي تواجهنا أفرادا وجماعات وشعوبا. الليلة نحاول أن نفتح كتاب الأمل من خلال فريق المكتبة ومن خلال ضيوفنا. أعتقد أن ليس أفضل من شاهين نبدأ به رحلة الأمل الليلة، الطفل الذي أحببتموه وأحببته وجعلته عنصرا رئيسيا في هذا البرنامج. شاهين الطفل الجميل صاحب هذه النظرات الجميلة أيضا ووراءه مكتبة. مرحبا بك شاهين. مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة. أنت لم تعد ضيفا الآن، أصبحت منتجا. شاهين، كيف ستحدثنا عن الأمل؟ من اخترت من الشخصيات عبر التاريخ التي تراها رمزا للأمل والقدرة على التحدي؟ أرى أن ستيفن هوكينغ هو شخصية تمثل الأمل، لأنه كان بخير في بداية عمره ثم أصبح معاقا مع كثيرا من المشاكل والأمراض، لكنه لم يستسلم رغم ذلك ونجح في حياته. أنا آسف سي كمال لكني لا أسمعك. أفتح الميكرو متاعك سي كمال. سي كمال أفتح الميكرو متاعك. شاهين، اخترنا سنتكلم عن ستيفن هوكينغ، دونك انت ستقدم لنا هذا العالم، عالم الفيزياء البريطاني. تفضل شاهين. اذا ستيفن هوكينغ منذ البدايه كان ذكيا جدا وكان متفوقا خاصه في ماده الفيزياء، ثم بدأت علامات المرض تظهر عليه عندما دخل الجامعة، فأصبح يتنقل بواسطة عكاز. وعندما ذهب إلى الطبيعة حدث له حادث، فأصابه التهاب رئوي ونقل إلى المستشفى، لكن الأطباء عجزوا عن علاجه وقرروا أن ينهوا حياته بنزع الأكسجين عنه، لكن زوجته الأولى رفضت ذلك وقامت بنقله إلى مستشفى آخر حيث هناك أطباء أفضل، وقاموا بعلاجه حيث قطعوا جزءا من رقبته وغيروا قصبته الهوائية غيروها بحلقوم أنبوب،
كان ستيفن هوكينغ كي صارت له الحادثة هذه لم يعد يستطيع الكلام، وصار له زادة أنه تشل، أصبح مشلول. فقامت شركة أنتيل بصناعة كرسي متحرك مرتبط بكمبيوتر كان يستعمله ستيفن هوكينغ بتحريك خديه ليشكل كلمات ثم جمل التي يقوم الحاسوب بنطقها. وكان الحاسوب مربوطا إلى نظارته. وصل ستيفن هوكينغ أبحاثه والأشياء العلمية، وكان يراهن العلماء بأنه سيثبت النظريات وأنه سيكتشف كثيرا من الأشياء وينجح في ذلك رغم المرض. وكان أيضا يحب المزاح مع العلماء، فكان يقول لهم حتى إذا ابتلعنا ثقب أسود فهناك إمكانية من الخروج منه. وقام ستيفن هوكينغ بكتابة كتاب دخل إلى موسوعة جينيس بوك لأنه حطم الرقم القياسي في المبيعات. وأنا هنا قررت أن أقدم رسالة ستيفن هوكينغ لكل الناس، وهي عندما قال: تذكروا بأن تنظروا إلى الأعلى عند النجوم وليس إلى الأسفل عند أقدامكم. حاولوا استيعاب ما ترونه واسألوا عما يجعل الكون موجودا. كونوا فضوليين، هناك دائما شيء يمكنكم القيام به والنجاح فيه، من المهم ألا تستسلموا. وذاك علاش المهم أنه ما تستسلموش وتواصلوا الحياة ورغم كل الصعوبات، وحتى كان صارت لنا مشاكل ما نستسلموش ولازمنا نواصلوا حياتنا بقوة. وشكرا. جميل جدا، يعطيك الصحة شاهين على هذه المعلومات المتميزة. وأنت تعرفت عليه من خلال كتاب أم ومن خلال زياراتك أيضا لمكتبة مدينة العلوم؟ نعم، لكن تعرفت عليه أولا من خلال هذا الكتاب، وهو حياة عباقرة العلم، وهذا هو المجلد الثاني. جميل جدا، جميل جدا. وهيثم عويشي سيقدم إضافة في ما يخص هذه الشخصية التي تعتبر شخصية مرجعية في الحقيقة في الحديث عن هذا الموضوع بالذات. و تفاجأت بأنكم اخترتم نفس الشخصية، وهذا دليل آخر على ثقة لهذه الشخصية في التاريخ وفي واقعنا اليوم كرمز من رموز التحدي. هيثم، ماذا تقول؟ مرحبا كمال، ومرحبا متابعي المكتبة. متابعي المكتبة الكل مرحبا بهم. في الحقيقة اخترت أنا وشاهين نقدم نفس الشخصية. شاهين، تقديم جميل وممتاز لعصفور جنة المكتبة. شاهين مرحبا. شاهين، خلينا نتكلم عن نفس الشخصية كمال في فيرسيا مختلفة مع صورات مختلفة. إذا كان هو، نحن نعلم كمال، إذا كان أينشتاين ذلك العالم الكبير عالم الفيزياء والرياضيات حير العلماء، فإن ستيفن هوكينغ قد حير العلماء وحير الأطباء وحير الإنسانية جمعاء. حير يعني ابتداء من نظرياته التي تتجسد ربما في نظرية الثقوب السوداء، في نظرية الديناميكية الحرارية، نظرية السفر عبر الزمن، وعديد الدراسات عن نشأة الكون قام بها ستيفن هوكينغ. لكن الذي حير الأطباء وجميع والإنسانية جمعاء هو صموده في وجه المرض طيلة 50 سنة أو 50 سنة أو أكثر من 50 سنة. صمد في وجه المرض، هذا المرض الذي يسمى التصلب الجانبي الضموري. لنأخذ فكرة بسيطة يعني كمان مبسطة على هذا المرض. هو مرض تنكسي يؤثر في الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركات الإرادية، مما يؤدي إلى الشلل بشكل تدريجي، حيث تتوقف الأعصاب عن العمل وتفشل في تحفيز العضلات لتكون ضعيفة وتقل قوتها. هذا هو المرض. ويفقد الأشخاص المصابون بهذا المرض بالتصلب الضموري سيطرتهم على حركتهم
ويكافحون من أجل تناول حتى الطعام والتحدث والتنفس، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة. ويقدر الأطباء أنه المصاب بهذا المرض لا يستطيع أن يعيش على أقصى تقدير، أقصى تقدير سنتين فقط. فبالك بستيفن هوكين عاش 50 سنة كاملة، قام خلالها بعديد الاكتشافات، بعديد الدراسات، بعديد البحوث، بعديد النظريات. أضيف إليك كمال، ستيفن هوكينج شارك في عديد الأفلام والمسلسلات، ستيفن هوكينج أنتج عديد الكتب بمساعدة ابنته، ستيفن هوكينج يعني تزوج مرتين، يعني بعد 3 سنوات منذ أن مرض، يعني مرض في سن 21 سنة، يعني بعد 3 سنوات من المتوقع أن يموت، فتزوج، تزوج مرة أولى وتزوج مرة ثانية وأنجب 3 أطفال. يعني ستيفن هوكينج بقدر ما قدم للعالم من علوم واكتشافات، إلا أنه قدم شيئا لا يقل أهمية من هذه العلوم، هي رسالته للإنسانية للطموح وعدم الاستسلام، ليكون ستيفن هوكينج قدوة للبشرية عامة قبل أن يكون قدوة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل، جميل جدا هيثم، هذه الإضافات وهذه هذا التناغم بينك وبين شاهين في تقديم هذه الشخصية، متميز جدا. شاهين، تحب تقول حاجة أخرى في الموضوع؟ أي أنا نحب نشكر سي هيثم شكرا. على تقديمه هذا والإضافة متاع المعلومات شكرا. اللي أضافها لنا والمتفرجين ومتابعين برنامج المكتبة. أنا زادة حبيت نقول اللي ستيفن هوكينج الجهاز اللي تم اختراعه ليه هو تم تطويره زادة، بحيث أضافوا إليه الجمل اللي هو كان يستعملها كثيرا، فتضافت للجهاز ذاك بحيث أقل جهد، ما كانش يحتاج باش إنه يحرك بالضبط. أكثر خديه باش يقعد يشكل كلمات كلمات، فكان عنده جمل حاضرة. جميل جدا، وغير بعيد بالمرة على هذه الشخصية العبقرية في تاريخ العلوم، هناك شخصية أخرى في عالم الصحافة وعالم الأدب، وهو جون دومينيك بوبي، الصحفي الفرنسي الشهير، صاحب الرواية والكتاب الشهير السيري، وهو بذلة الغوص والفراشة. هذه الرواية الصادرة في ترجمتها العربية عن دار مسكلياني، بترجمة شوقي البرنوسي. شوقي البرنوسي معنا اليوم هذه الليلة ليحدثنا عن جون دومينيك بوبي، الشخصية التي تحدت صعابا كثيرة. سنتعرف على جون دومينيك بوبي وقصته مع التحدي، وقصة الأمل الذي تمسك به، ومع شوقي البرنوسي. أهلا وسهلا سي شوقي. مساء النور، مساء النور هيثم، مساء النور شاهين، مساء النور ابتسام، مساء النور أسرة المكتبة. أول حاجة نشكر كمال على الدعوة. بالنسبة لبدل الغوص والفراشة، قبل أن أخوض في هذه الرواية التي جعلتني أكتشف نفسي أولا، باش نوضح نقطتين. أولا مفهوم، خاطر سمعت كلمة مصطلح ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخصوصية والمعوق، ونحن إحنا من حسب المنظمات الدولية من المستحسن نقول ذوي الإعاقة، لأنه الإعاقة في المفهوم الجديد حسب الباحث الكندي فوجيرو راس يقول أنه الإعاقة مرتبطة بالمحيط، بالانفيرونمون، ماهوش مسألة يعني أنه أنت يعني انتقص عضو أو غير قادر الحركة، لكن إذا كان المحيط يسهل لك أن تعيش حياتك بصفة طبيعية فأنت يعني مسألة الإعاقة تعود على المحيط وليس على الشخص. إذا كان شخص مثلا غير قادر الحركة والمحيط يسهل له عملية يعيش حياته بصفة طبيعية، فهو يعني ما نجمش نعتبره من ذوي الإعاقة. هذا هي مفهوم، مسألة مرتبطة بالمحيط أكثر
في المفهوم الجديد للإعادة. هذا حبيت أن نوضح. بالنسبة رغم أنه ثم مشكل مصطلحي وفوضى مصطلحية كبيرة، كلما ظهر مصطلح يقع يعني جدل حوله مثل أصحاب الهمة وغير ذلك، فكل مرة نحن أمام يعني لابد من توحيد المصطلحات التي لا تسيء للإنسان وفي نفس الوقت تشير أيضا إلى مسألة هذه الخصوصية. صح، هو كمان انا نقوله في حسب المنظمات الدوليه وحسب العرف الدولي منظمة المتحده نقول ذوي الاعاقه، يعني ذوي الاعاقه فقط. بالنسبه لاحتياج الخصوصيه يعني هي للمراه الحامل، مثلا المراه الحامل هي امراه ولا شخص ذو احتياجات خصوصيه طيب اعتبروها. اوكي، جون دومينيك بوبي شوقي البرنوسي، من هو جون دومينيك بوبي؟ هو صحفي فرنسي معروف جدا في عهده، يعني وقت اللي كان حي كان وصل حتى ترأس تحرير مجله ال ماجازين، هي المجله الشهيره. ويعني كان صحفي معروف وحتى ناقد سينمائي، يعني عنده كتاب ديجا حول دونك على راول ليفي دونك ان افونتوري دو سينما، وكتب كتاب نقد في نقد السينمائي. ولكن يعني الكتاب الثاني اللي هو مش نقدمه توي كبدل الغوص فراشه، هو كتاب فكر في كتابه كتاب اخر، هو قبل الحادثه اللي تعرض له، يعني صح مع دعاء وقع عقدا مع دار النشر انه مش يكتب كتاب على في نقد او في شيء اخر، ولكنه تعرض يوم 5 ديسمبر في ديسمبر 95 تعرض الى نوبه قلبيه ادت به الى الدخول الى مرحله الكوما، يعني في الغيبوبه، غيبوبه تامه لمده اسبوعين غيبوبه. بعد الغيبوبه دونك يكتشف انه ما غير قادر باش يحرك اي عضو في جسده، ومصيب بمتلازمه اسمها متلازمه المنحبس، يعني ما ينجمش، لا ينجم يتكلم، ما ينجم كان يحرك عينيه. متلازمه المنحبس، متلازمه المنحبس لوكدين سامبر، يعني كانه مسجون في وسط السد نتاعو، يعني هذاك اش معناتها؟ معناتها غير يسمع، ينجم يسمع، ينجم يرى، ولكنه غير قادر باش يحرك حتى اللسان، مش يحرك، مانيش يحرك حتى العضله نتاعو. هذا اولا. ثانيا انا علاش جبت على حكايه المحيط؟ لانه جون دومينيك بي لو كان ما جاش المحيط مع المحيط نتاعو سهل له عمليه التواصل، ما نجمش يكتب الكتاب. خاطر هو من بعد شهر ونصف من الحادث نتاعو صارت له حكايه انه ما عادش ينجم يرمش عينيه اليمين، يعني عينيه اليمين ما عادش ينجم ترمش، دونك الاطباء باش يمنعوها من مش تفسدش عينيه، دونك سكروا له عينيه اليمين وبقي فقط يتواصل مع محيطيه العين اليسار، العين اليسار فقط. وطبعا في العين اليسار، دونك فما خصائص النطق اللي في المستشفى، اخترعت له طريقه لكي يتواصل مع محيطي، انه هو نعم يرمش ترميشه نعم، وكي يرمش ترميشتين بعينيه لا. دونك واخترعت له واعطته ابجديه كيفاش اعاده ترتيب الحروف الفرنسيه ولكن يعني ترتيب الحروف على حسب الاستعمال، حسب الاكثر استعمالا، وتبع اللي قدامه اللي يملي عليه الحروف، وهو كان مسترميش الحرف ذاك يقول له ذاك هو ستوب، الحرف ذا قيد الحرف ذاك، وبشوي بشوي كم يكون الحرف بعد الكلمه وبعد الجمله. طبعا مثلا كي يحب ياكل يقول نحب ناكل، يحب كذا كذا، دونك يولي ينجم يتحاور مع المحيط اللي معاه. وي هاي بالنسبه في يعني شوقي الكتاب، يعني الكتاب كتاب صعب جدا في جمله، في تركيبته، حتى انه ينحو نحو الشعري في اللحظات من، يعني كتاب صعب، كيف كتبه برمش عين؟ هو من كمان هو من الاول كان يخزن، ايش كان يعمل؟ هو كان دار النشر اللي وقع مع عقد وفرت له يعني فتاه امراه جي صباحا بعد ما يكمل الاجراءات الصحيه نتاعو، جي صباحا ايش يعملوا قبل في الليل؟ كان يركب الجمله، يعني يركب الجمله ذهنه
ومن بعد يملها يملاها كلمه كلمه على بحرف حرف على الامراه هذه. وصل اول ما بدا كان يحفظ فقره، كان يعني يكون فقره في الليل، ولكن في اخر الكتاب وصل يكون 3 صفحات، يعني 3 صفحات يكونهم في مخه بالكلمه بالكلمه بالموضوع، فهمت ولا؟ ويملهم حرف حرف على يعني كيفاش تدرب، كيفاش تدرب يعني يدرب عقله انه على الكتابه والخلق والابداع. نعم فقط كمال في تفاعل مع صديقنا شوقي، هو عبارة يتحدث عن نفس تجربة ستيفن هوكينج، يعني كما قال أنه لولا المحيط الذي بجانبه هو الذي ساعده أن يتكلم عن باش يوصل الأفكار بتاعه، فعلا هو نفس التجربة. فستيفن هوكينج أول مرة وقت أصيب بالشلل بقيت يديه تتحرك، يعني فصنعوا له حاسوب يكتب بأصابعه، لكن ثقلت حتى حركة يده ثقلت، فطوروا له جهاز استشعار يوضع على الخد، بتحريك الخد وبتحريك العيون يفهمه المحيط، إلى أن ثقل بعد خده وعيناه ثقلت، فشركة من شركات الإعلامية والتكنولوجيا طورت جهازا يتوقع الكلمات التي سيقولها، يتوقع بالتوقع يعني وهو كتب الكتب، يعني عدد الكتب اللي كتبها ستيفن هوكينج. نرجع لمسألة المحيط. نعم نرجع نفس الحكاية، حتى مسألة الكتب اللي كتبها ستيفن هوكينج بمساعدة ابنته، يعني بالعيون وبواسطة الحاسوب. هذا حبيت اتفاعل مع شوقي البرمسي، يعني نفس تقريبا نفس التجربة. وثم حاجة مش نرجع لشوقي، ثم حاجة مشتركة بين الشخصيتين العالم والأديب، وهو حضور ومساهمة المرأة في هذا الانتصار وهذا النجاح. صحيح كمال، هو جون دوبل جوبي عنده زوج نساء، هو المرأة اللي اخترعته طريقة الكتابة، طريقة الكتابة هذه، والمرأة التي دونت له كتابة. لأنه كمان ما ننساوش احنا كتاب ونعرف، ولكن راهو مش كتابة فقط، الكتابة والمراجعة، يعني أن تكتب كتابا طبعا ثم تراجعه، تحرير هو كتبه، هو كتبه ثم راجعه مع الامرأة اللي دونك يمل عليها، دونك فما جهد آخر، وذاك علاش تحسه كأنه حط حياته كاملة في الكتاب هذا، لأنه توفي بعد أيام من صدور كتابه، يعني بعد نشر كتابه، دونك توفي جون دومينيك بوبي. و يعني اظن في الاسبوع الاول من نشر الكتاب بيعت 300,000 نسخه، وبعد ترجم الكتاب الى اكثر من 40 لغه، واصلا يعني فما فيلم اقتبس منه، دونك من اخراج المخرج الامريكي جوليان شنابيل، دونك تحصل على جوائز في مهرجان كان في 2007، وفي مهرجان في امريكا زاد في اظن الجولدن جلوب. ولكن شوف التجربه الانسانيه كيفاش تخلي الكاتب انه عرف في ماته اكثر من اللي عرف في حياته، ونجح الكاتب في ان يخلد اسمه حقيقه، مش مجرد رئيس تحرير في مجله ال الفرنسي. وهذا كمان شكرا شوقي على هذا التقديم الموجز لبدله الغوص والفراشه التي ترجمتها، وأنا ننصح بها هذه طبعا هذه الرواية وهذه المذكرات، لأنها في علاقة مباشرة بحياة صاحبها. كتاب مهم جدا، ننصح به الجميع لقراءته، لأن هذا الكتاب يمكن أن يرفع درجة مناعة التونسيين والناطقين بالعربية والذين يقرؤون بالعربية على الأقل في نسخته المترجمة، يرفع من درجات مناعتهم ضد الفشل، ضد الإحباط، ضد اليأس، وفعلا يعطي أمل كبير. شكرا شوقي على ترجمة هذا الكتاب من جديد. ملاحظة في الأفلام، فما زاد كتاب آخر لي هو شخصية أخرى، كريستي براون، اللي هو رسام رسام إيرلندي، عنده كتاب اسمه لف فوت او ساقي اليسرى، هو رسام وقطعت يده في الطفوله، ما عندوش يدين جمله، دونك وصار رساما ومعروفا، فهمت؟ واظن ترجم العربيه تجربه ناجحه، وهذا الكتاب ايضا حول الى فيلم، يعني فيلم معروف اللي هو كريستي براون لف فوت،
لاحظ جميل جدا، ننتظر أنك تترجم هذا الكتاب إلى العربية. لا مترجم، مترجم عربي. طيب أعد ترجمته أخويا، إحنا نحب ترجماتك. أولا يعني أشكر طبعا الأصدقاء المتابعين والصديقات على الصفحة، نعيم الهمامي، حمد حاجي، علاء الدين سعيدي، صلاح بن عياد طبعا، حذامي أيضا، الكثير الكثير من الذين يتابعوننا، حسام برقاوي، نجوى، والعديد العديد، جلاسي نادية، عواطف زراد، والكثير الكثير من الذين يتابعوننا، مروان المصري، جلاسي نادية، وغيرهم الذين يشيدون بهذه الاختيارات التي اخترتموها لتقديمها في بداية هذه الحلقة. أيضا حبيبة أيضا شعبوني تقول جائزة نوبل في الفيزياء 2020 الثقب السوداء. إذن هذه شخصيات تحدت ما يمكن أن نقول أنه إعاقة أو نسميها ما نسميها، لكنها يعني كانت إعاقات من درجة متطورة جدا، مسألة معقدة جدا، نماذج يعني شبه مستحيلة، ليست مسألة أعضاء صغيرة أو حواس أو غيرها، إنما هذا شلل تقريبا شلل تام، ولكنهم تمسكوا بالحياة، لأنه يعني الكائن البشري ليس مجرد جسد في النهاية. يمكن أن نخرج بهذه النتيجة أنه ربما المسألة الديكارتية تعود، ونحن نتحدث عن هؤلاء بأن نعطي مفهوما جديدا، مفهوما آخر للإنسان، مفهوما نعود به إلى أنه هذا الذي يفكر، هذا صاحب ملكة التفكير والقادر أيضا، صاحب ملكة الإرادة أيضا في تغيير واقعه مهما كان المعتقد. ونكسر تلك المقولة التي تقول العقل السليم في الجسم السليم، يعني دائما سلامة العقل هي كل هي المحور، معناتها محور الإنسان فقط ليس الجسد. سنعود، نحن لسنا طوباويين لهذه الدرجة، وسنعود للحديث عن الجسد في حصص أخرى، وسنتعرف إذا كان الجسد فعلا حسب المقولة النيتشوية في أنه ذلك النفس، تلك الزورق الصغير في البحر، في بحر الجسد. أيضا هناك مقاربات أخرى عكس المقاربة الأفلاطونية الديكارتية، أيضا سنعود إلى ذلك، ولكن تويكا باش ناخذكم إلى تجربة أخرى في التحدي مع مشاركة أخرى، وواحدة من طبعا من فريق المكتبة قدمت لكم كتب مهمة في الحلقات السابقة. ننتظر هذه التخريجة الجديدة التي ستظهر بها هذه الليلة. اسمهان شعبوني، نرحبوا باسمهان. مرحبا اسمهان. مرحبا كمال، ومرحبا بالمتابعين لبرنامج المكتبة. اخترت أنا الليلة باش نحكي لكم على تحدي يمس التونسيين بطريقة كبيرة، وهو تحدي الاكتئاب. لماذا أقول أنه يمس التونسيين بطريقة كبيرة؟ لأنه في سنة 2019 منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريراً يقول بأن هناك نصف مليون تونسي مصاب بمرض الاكتئاب، وهذا ما يمثل 30% من السكان التونسيين. وقد قام جدل حول بين الأطباء النفسيين التونسيين حول صحة المعايير التي استعملت لإصدار مثل هذا التقرير. لذلك أنا عدت إلى أولاً إلى الكتاب الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين لتعريف الاكتئاب. الاكتئاب الآن اليوم يعرف كالتالي: يجب أن يعيش الفرد حالة نفسانية من الحزن وتخلي عن المتعة في أنشطته اليومية لمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك
يصاحبه غالبا أعراض تتعلق بالنوم، تتعلق بالشهية، تتعلق بالقيمة التي نعطيها لنفسنا للفيت، وبالطاقة والقدرة على التركيز. حتى لو كان يعني الأطباء النفسيين التونسيين تجادلوا في صحة هذا التقرير للمنظمة الصحة الدولية، الحاجة الثابتة كمال هي الكتاب والفنانين هم فئة معرضة وتعرضت ولا تزال ستتعرض بصفة كبيرة لتحدي عبر التاريخ. هؤلاء الفنانون يعني معرضون دائما للاكتئاب وأحيانا يذهبون إليه ذهابا. نعم. وذلك يعني يفسر عادة بأن لهم حساسية مفرطة، وذلك هو ما يجعلهم فنانين وكتاب، وتلك الحساسية المفرطة سوف تجعلهم يذهبون ذهابا كيف ما قلت للاكتئاب. يعني قبل ما تكمل، لأن أشير إلى يعني عدد من الكتاب الذين أصيبوا بالاكتئاب وكان ذلك دفعهم حتى إلى محاولة الانتحار، إن كان ذلك انتحارا ناجحا أو فاشلا. محمد شكري دفعه إلى الجنون ودخول مستشفى المجانين وحاول مرات الانتحار، طبعا هذا موجود في الحوارات التي أجريت معه. كذلك يمكن أن نتحدث عن ميشيما، ورغم أنه يروج على أنه كان انتحاره رد فعل على الغزو الثقافي الأمريكي وغيره، ولكن أيضا هناك دوافع اكتئاب. هناك كرت كوبا طبعا الموسيقي الشهير، طبعا هذه اليوميات، وتر العازف الشهير المغني الذي دفعه الاكتئاب مثل ما دفع ديفيد فوستر والاس الروائي الأمريكي إلى الاكتئاب. أنت ستحدثين عن كتاب آخرين أعتقد. نعم، أنا اخترت تجربتي. تجربة فاشلة لم يتجاوز صاحبها يأسه واكتئابه، وهي تجربة سكوت فيتزجيرالد. فرانسيس سكوت فيتزجيرالد وهو الكاتب الأمريكي الذي عاش في المنتصف في النصف الأول من القرن العشرين، وسوف أحدثكم أيضا عن تجربة جاتسبي العظيم أو الرائع. طبعا ولنا معه حكاية، لقد تسبب كان أحد أسباب اكتئاب هذا الكتاب. التجربة الثانية هي تجربة جي كي رولينج صاحبة كتاب سلسلة كتب هاري بوتر طبعا، وقد عاشت فترة اكتئاب وتجاوزتها. والمقارنة بين التجربتين مهمة، سأقول لكم لماذا. فيتزجيرالد أصدر في عمر 24 روايته الأولى This Side of Paradise، هذا الجانب من الجنة، وقد عرف الكتاب حين ذاك نجاحا تجاريا ونقديا باهرا. ثم بعد ذلك عندما أصدر فيتزجيرالد كتابه جاتسبي العظيم الذي تمسكه بين يديك كمال، عندما أصدره في عمر 29 لم يكن للكتاب نجاح تجاري كبير. صحيح. ثم في عمر 38 أصدر فيتزجيرالد كتاب رقيق هو الليل، Tender is the Night، وهذا الكتاب لم ينجح، لم يلقى نجاحا أبدا بتاتا. فهذا عاد على فيتزجيرالد بحالة اكتئاب، وحالة اكتئاب تمددت وتواصلت إلى يعني هو وجد حلا في احتساء الكحول وأصار مدمنا. والمهم في تجربة فيتزجيرالد هو أنه كتب 3 مقالات في مجلة، هي نوعا ما مجلة مثل مجلة إل لكن للرجال، وهي مجلة The Esquire، مجلة أمريكية، وتحدث فيها عن جميع تفاصيل اكتئابه. وقرأت هذه المقالات. المهم هو أن ما يقوله فيتزجيرالد هو أن هذا الصدع الذي صار في ثقته بنفسه هو ليس امتداداً إلا لصدع قديم حدث له في شبابه، يعني في العشرينات.
والصدع الأول هو أن فيتجيرالد يبدو أن كانت له أحلام فخمة وعظيمة بالقيادة والبطولة وال يعني والريادة في الحرب، فهو لم يتقبل أبدا أنه كان طالب في جامعة برينستون الأمريكية الشهيرة ولأسباب صحية اضطر لأن انقطع عن الدراسة، وعندما رجع إلى الدراسة تخلف عن بعض الدروس وسقط في بعض الامتحانات وتخلف عن بعض الجمعيات، ولذلك رأى أنه ليس ممكن له بعد ذلك أن يكون القائد الذي تمنى أن يكون. الحاجة الثانية أنه رفض من جمعية كرة القدم في الجامعة، وكان له كان ذلك له يعني احنا توا نضحك لكن كان ذلك له حاجة يعني كانت مأساة مؤثرة جدا في حياته جدا. نعم، والشيء الثالث هو أنه لم يشارك في الحرب خارج في الحرب العالمية الأولى خارج الولايات المتحدة، كان يرى نفسه كبطل. في هذا في هذه المقالات يقول ما مفاده أن حالة الكاتب بالنسبة له أن يكون كاتبا ليست إلا مواساة، يعني هي درجة ثانية بالنسبة لما كان يتمناه لنفسه. فإذا كان ذلك درجة ثانية بالنسبة لما كان يتمناه لنفسه ثم يتخلف عنه ويتغيب عنه النجاح التجاري وربما حتى النقدي، لأن كتاب جاتسبي العظيم صار شهيرا بعد موت فيتجيرالد، صار شهيرا في عام 1950 و Thunder is the Night رقيق هو الليل كذلك، لكن يعني بالنسبة للإنسان يعتبر أن حالة الكاتب هي مواساة فقط ولا يجد فيها حتى النجاح، كان ذلك أمرا يعني مأساويا بالنسبة له. وهل كان الاكتئاب أيضا جزء منه في علاقة بزوجته أيضا؟ طبعا زوجته كانت يعني تعاني من السكيزوفرينيا، ولذلك وهي دخلت الحالات العقلية يعني هو كان هو احنا شوف احنا تحدثنا في البداية في القسم الأول على دور المرأة في حياة بعض العباقرة الذين يعني تخطوا مشاكلهم الكبيرة، وكان وراء هؤلاء الرجال العظماء أيضا نساء عظيمات، ولكن هناك أيضا في المقابل هناك نساء حطمنا رجالهن، يعني علاقة مثلا تولستوي بزوجته علاقة يعني كارثية يعني دمرته تدميرا. أيضا فيتجيرالد واحد من الذين تأثروا أيضا بوضعه العائلي. هو الحقيقة تأثر، يعني كيف نتأثر عندما يكون الزوج يعاني من السكيزوفرينيا، لكنه في الحقيقة يعترف بأنه خطأه، وهو يقول لديه حوار مع نيويورك بوست جريدة نيويورك بوست في 1936 يقول فيه أنا قمت بخطأ بعد خطأ واحتجت لأن أشرب وبهذه الطريقة ذهب كل شيء، وهو غرق في يأس كبير. الحاجة اللي نحب نأكد عليها أنه في هذه المقالات الثلاثة التي تحدثت عنها فيتجيرالد يصل يبدأ في تحليل نفسه ويرى من خلال تحليل نفسه أنه إنسان تأثر كثيرا في حياته بما يقوله الآخرين يعني هو يعطي خمسة أسماء لأشخاص كانوا يؤثرون عليه من الناحية الفنية، من الناحية السياسية، من الناحية الأخلاقية إلى آخره، ويتساءل يعني هل أنا فكرت يوما بنفسي؟ من أنا؟ ثم يبدو أنه يتوقف في ذلك الحد، ولا شك في أن الإدمان لم يساعده كي يتجاوز ذلك. طيب سنكتفي بفيتجيرالد في هذه الإطلالة وبعد ذلك أعود إليك للشخصية الأخرى. نعم تعدوا يبدو وقت الأغنية أحضر، وقت الفن أحضر أيضا، حتى لأن هناك تخمة في الحقيقة من التجارب الجميلة وأيضا الشخصيات العميقة، وهناك تفاعل كبير على الصفحة وتعليقات كثيرة، وهناك إضافات في الحقيقة وتعليقات مهمة جدا. نحب نستقبل تويكا مريم الفاندري. مريم مرحبا بك.
أهلا مريم. أهلا كمال، مرحبا بمستمعي المكتبة وبجميع الضيوف. قبل ما نسمع من عندك أغنية، أكيد عندك تعليق أو على مسألة الاكتئاب خاصة وأثره على المجتمع التونسي، وأنت الطبيبة التي أكيد تباشرين يوميا حالات مختلفة من الشعب التونسي، فكيف توصفين هذا الأمر؟ هل فعلا الشعب التونسي تحصل على بطولة العالم في الاكتئاب؟ نظرا للحالة اللي يعيشها الشعب التونسي، صحيح أغلب المرضى المباشرة لهم ولا الناس اللي نتعامل معهم، كل واحد عنده الحظ متاعه من الاكتئاب أو من المشاكل، ولكن هوني حبيت نقدم إضافة للي قدموها المرضى. كل واحد والاحتياطي متاعه من الاكتئاب. هذا هو اللي مش نحكي فيه، لأنه إحنا هناك أربع هرمونات هي المسؤولة بين ضفرين، المسؤولة عن السعادة والحب، وهي السيروتونين والأندورفين والدوبامين. هذه الهرمونات كلها مسؤولة في أجسامنا عن السعادة، وكل واحد فينا عنده الاحتياط نتاعه من السعادة. ولكن ثم أطروحة تقول أن الحكاية هذه وراثية، ولكن البيئة والأنشطة اللي نقوم بها أيضا هي تحدد كمية الهرمونات المسؤولة عن السعادة في أجسامنا. ومن هون ندعو مثلا أنه الاستماع الموسيقى للأدب لأي حاجة يحبها كل واحد بالفرد التونسي، كل مواطن عنده اختيارات وعنده حاجات. إن شاء الله هيكم سمعت هذا، واحد كل واحد يعس على هرموناته يعني. طبعا كمال، إذا اكتشفت اكتشاف ممتاز حكيت هنا توها الدكتورة طبيبة المكتبة، أنا مسميها طبيبة المكتبة، يعني فرحتني كي تبدأ فما حاجات مسؤولة عن السعادة، يعني فما دواء وفما حاجات نجم العمر. احنا ديما نقولوا للمريض، نقولوا له اخدم روحك بين ظفرين، يعني قوم بالانشطه اللي تحبها، قوم بعمليه التامل، وهي هذه حاجات تحفز المناعه نتاعنا وتمنع ظهور الاكتئاب وتسهل علينا تجاوز الصعوبات اللي كل بشر لازم يمر بها. أعطينا أغنية مالا، خلينا نشرش السعادة متاعنا توا شوي، يزينا من الاكتئاب ويزينا الأغنية اللي مش نحينا هالاكتئاب هذايا وندخلوا في موضوع آخر. هو المكتبة جمعت أجيال مختلفة، جمعت شاهين، جمعتنا أحنا، جمعت صغار وكبار والمستمعي المكتبة كذلك. هذه أغنية تجمع ما بين الجيل القديم والجديد، ولكن هي أيضا هي هدية العزيزتي من فريق المكتبة اللي مشترين قصتها بعد، ابتسام نوسلاتي. حبيت الأغنية هذه هدية مني لها ومهد لها للموضوع اللي مش تحكي فيه. جميل جدا. كان اسمه حبيب كان يوم من نصيبي، وكان اسمه حبيبي، كان يوم من نصيبي، ضحيت بعمري معاه مشوار اسمه الحياة، وأنا اللي
ريت بالعدل لحد ما قلبي دا ولا دقت يوم هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا قاست ولا اشتكي ولا جيت في يوم بكي من نولكم هنا أنا وأنا أنا اللي بينكم هنا رضيت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا ذقت يوم هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا قاست ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من نولكم أنا هنا العتاب حيش في جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي مع الزمان 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 حكايتي مع الزمان وانا انا اللي بينكم هنا مش عارفه رايحه فين ولا جاي ولا فاكره جايه منين جابني الطريق هنا انا وانا يا ما اتحملت انا دموع ما تنتهيش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة أنا العتاب حيشفي جراح ولا حيجيب اللي راح العتاب حيشفي جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي مع الزمان 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 حكايتي مع الزمان. جميل جميل جدا، تستحق تصفيق هذا على هذه الأغنية. طبعا أصدقائنا وصديقاتنا اللي تابعوا فينا على الفيسبوك يبلغوك تحياتهم وإعجابهم بهذه الأغنية وبصوتك مريم. نواصل إذن مع تجارب التحدي، وأريد أن أشير إلى أنواع أخرى من مدونة التحدي. نتحدث عن كارلوس ليسكانو، هذا الكاتب الذي عاش تجربة السجن العسكري لمدة أكثر من 14 سنة، وهناك من يقول أنه 17 سنة من الاضطهاد. طبعا أمريكا اللاتينية تعلمون جيدا ماذا نعني بالسجون العسكرية في أمريكا اللاتينية. هذا الرجل كتب هذا العمل عربة المجانين، يتحدث فيه عن تجربته ويخرج إلى العالم متسامح، ويقول أن السجن كان فرصة لكي أكتشف جسدي وأكتشف ذاتي. وكتابة رائعة يتحدث فيها أيضا عن سجانه ويغفر له كل ما فعله، ويقول أنه كان إنسانا في لحظة من اللحظات. هذا الكتاب مهم جدا، ممكن أن يعني قريبا سنخصص ربما حلقة عن أدب السجون ونتحدث أكثر في هذا الموضوع. صنع الله إبراهيم وصنع الله إبراهيم الروائي المصري الكبير في هذه اليوميات، يوميات الواحات، يتحدث أيضا عن معاناته في السجون المصرية والمعتقل المصري وتلك المعاناة وتلك التجربة المؤلمة جدا في السجون المصرية، وكانوا ينكلون بهم تنكيلا لم تقضي على صنع الله إبراهيم، بل قوته أكثر وجعلته
يعود عندما عاد إلى الحياة العامة يصبح من أهم الروائيين في الوطن العربي وواحد من أكثر الكتاب العرب ترجمة في المشهد الأدبي. يمكن أيضا أن نشير إلى هذا الرجل العظيم غسان كنفاني. غسان كنفاني الذي كان واجه مرض السكري وواجه الموت في أشكال مختلفة، وكان يتحدث بالكثير من الألم عن تجربته مع مرض السكري. سيأتي يوما أحدثكم عن كيف تفاعل مع مرضه. قاوم هذا المرض لكن الرصاصة كانت لم ترحم، وجاءه الموت من جهة أخرى. سنعود إلى غسان كنفاني أيضا وقدرته والروائية ونضالاته أيضا. جون جيني ذلك اللص الذي ذلك اللقيط ذلك الطفل الذي وجد نفسه في الشارع دفعته وضعيته وهامشيته إلى السجون وحولته إلى لص متردد على السجون والمعتقلات، ولكنه تمسك بالكتابة وكان حتى أنه في وقت من الأوقات أصبح يتحدث عنه ويطلق عليه المسيح، مسيح الأدب. هذا الرجل الذي ناضل من أجل القضية الفلسطينية أيضا، وذهب وسكن مع المخيمات مع مخيمات الفلسطينيين في الأردن، ومر بتونس وعاش كثيرا في المغرب. هذه رواية وسيرته الذاتية في الحقيقة، يوميات لص، أيضا شهادة في التصدي للواقع الذي يمكن أن نسقط فيه. فرناندو بيسوا الشاعر البرتغالي الكبير وتجربته مع الجنون والاستهامات، وهذا الرجل أيضا عانى مثل ما عانى كافكا أيضا من مرض السل وقاوم، ولكافكا أيضا معه حديث. لا يمكن أن ننسى أيضا بورخس هذا الرجل الضرير الذي لم تقف يعني لم تكن تحل يعني العماء دون أن يحقق عبقريته التي شهد له العالم بها، وأيضا بفضل ذلك الطفل الذي دخل بيته ألبرتو مانغويل صديقنا صديق المكتبة وصاحب المكتبة في الليل. أعتقد لا يمكن أن ننسى ذلك الرجل رجل المكتبة الذي زار تونس وقدم فيها تلك الملحمة في الحقيقة الملحمة الثقافية. الآن ننتقل إلى تجربة أخرى. نرحب بصديقتنا صديقة البرنامج واحدة من الفريق في الحقيقة، وعندما يكون واحد من الفريق معني بالموضوع يتصدر يصبح ضيفا. فأهلا وسهلا نستقبل الدكتورة ابتسام الوسلاتي، نرحب بك كضيفة ثانية للبرنامج في انتظار ضيفتنا الأخرى طبعا وفاطمة الجمالي بعد ابتسام ستلتحق بنا بعد قليل. فاطمة لتحدثنا أيضا عن تجربة مذهلة وتجربة مهمة في حياتها، ونبقى الآن مع ابتسام التي ستحدثنا عن تجربتها تجربة النجاح تجربة التحدي الخاصة جدا. أترك لها الكلمة ابتسام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أرحب بكل أعضاء فريق المكتبة، أرحب بكل المتابعين في جميع أنحاء العالم، أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة أنا في إحراج اليوم كمان لأنني ألعب دورين في نفس الوقت، الدور الأول أنني عضوة في فريق المكتبة، والدور الثاني أنني ضيفة عشاني أستطيع أن أوفق. الآن تلتحق بنا فاطمة، نرحب بها أيضا فاطمة الجمالي لتستمع إلى شهادتك قبل أن ننطلق معنا. أهلا وسهلا فاطمة. مساء الخير. أنت الآن من دبي أم من أبوظبي معنا؟ في دبي حاليا. في دبي. أهلا وسهلا.
يعني الصورة واضحة جدا يعني، وتونس ستصبح مثل دبي يعني. هنستنيه. يلا ابتسام. انتظار تحول تونس إلى دبي. نعم. أقدم فقرتي قبل التحول. إذا سأبدأ الحكاية من فريدا كالو، وسأترك للمتابعين بعد ذلك البحث عن نقاط الربط بين القصتين بعد التشويق كمال. إذن أتحدث عن أشهر رسامة في القرن العشرين، فريدا كالو الأسطورة التي تحولت إلى أيقونة من أيقونات التحدي. فريدا كالو التي شكل الفن والألم يعني مقومات أساسية لحياتها، فخلقت أسطورة لأنه حاولت أن تعبر من خلال رسوماتها عن ألمها، عن وجعها، عن إعاقتها أيضا، وهو ما سنراه بعد قليل. فريدا كالو التي لم تستسلم لفكرة المرض، ولم تحب أن تعيش في دور الضحية، ولم ترغب في إحاطة نفسها بوجه قديسة، لأنها انحازت لضعفها الشخصي وجروحها الذاتية. عندما نتحدث عن فريدا كالو، هناك يعني كلمة مركزية في تجربتها في الحقيقة، هي كلمة الألم. الألم وما أقرب الألم إلى الأمل، ولعل من رحم الألم يولد الأمل. صحيح. كلا القصتين ستتمحور حول هذا الموضوع، كيف يتحول الوجع إلى أمل. أول نقطة سأبدأ بها حديثي عن فريدا كالو هو ألم الجسد، لأنه فريدا للأسف يعني لم يحالفها الحظ. في سن 6 من عمرها تعرضت أو أصيبت بالشلل، فضمرت ساقها اليمنى وأجبرت على إسنادها بمشد حتى تقدر على الوقوف بشكل مستقيم، ولعل لذلك يعني اختارت حتى ك يعني أسلوب في لباسها، كانت تلبس الفساتين الواسعة، وقالت في واحدة من يومياتها أنها كانت تلبسها حتى تخفي ساقها المريضة والقبيحة للغاية كما قالت. إضافة إلى يعني الشلل الذي أصابها في سن 6، تعرضت أيضا إلى حادث وعمرها 18 سنة، كان حادث أليم، وتمثل هذا الحادث في اصطدام الحافلة التي تقلها إلى المدرسة الثانوية بقطار، وقد تسبب لها هذا الأمر أو هذا الحادث في كسور عديدة في مناطق مختلفة من جسدها، ووصل يعني عدد العمليات التي أجريت لها إلى أكثر من 35 عملية خضعت لها، وتسبب هذا في يعني ملازمتها للمستشفى لمدة عام كامل بين المستشفى والبيت. هنا سأتحدث عن مسألة مهمة في الحقيقة، هو دور العائلة، كيف يمكن أن تلعب العائلة دور مهم جدا في اكتشاف، في تحسس مواهب أطفال يعانون لسبب أو لآخر، إما يعني بسبب حادث أو بسبب مرض، كيف تتدخل العائلة في رسم منعرج جديد في حياة الطفل. يعني وهذا ما حصل مع والدة فريدا كاهلو، التي رأت أن الحل لإخراج ابنتها من الحالة النفسية التي لحقت بها جراء الحادث الذي حصل لها، أنها أولاً أحضرت لها سريراً متحركاً، وقامت بتركيب مرآة فوق السرير يعني في سقف الغرفة، على أساس أن فريدا كلما رفعت عينيها تجد صورتها في المرآة. إذن ومن هنا جاءت البورتريات، أعتقد الأوتو بورتري. بالضبط، لأنه اختارت يعني فريدة أن تتعرف على نفسها من خلال المرآة يعني، واختبرت وجهها المتألم الموجوع وظلت ترسمه بلا توقف، يعني فريدة إلى آخر أيام حياتها يعني رسوماتها دارت دائما حول الوجه يعني بمختلف تعبيراته، وكانت يعني نعم والجسد بشكل عام أيضا، مسألة الحمل خاصة.
فعلا فعلا، وكانت المرآة يعني وكأنها تخبر هذه الطفلة الممددة على ظهرها أن الألم عنوان الحياة في الحقيقة، وأنه لابد يعني عندما نمر بتجارب بهذا الشكل لابد أن نفتح أعيننا أكثر على ذواتنا، نغلقها على العالم ونفتحها على ذواتنا. على ذواتنا إذا المرآة يجب أن تكون مسلطة على الذات، لأنه كما قالت صديقتي مريم وأحييها بالمناسبة على الأغنية وعلى الهدية، شكرا مريم، كما قالت بأنه نحن من نملك في حالات الاكتئاب وفي حالات الوجع بشكل عام، نحن من نملك الدواء لأنفسنا والشفاء لأنفسنا عندما يعني نسلط الضوء على ذواتنا. إذا لم يكن الجسد هو سبب الوجع الوحيد في حياة فريدة، الحب أيضا كان سببا لوجعها، خاصة أنها تعرضت دياجو العجيب طبعا طبعا دياغو وخيانته المتكررة لفريدة، خاصة أنها أحبته يعني حبا شديدا، ولكن للأسف يعني هو خانها حتى مع أختها، يعني طبعا كريستينا أختها وحتى كريستينا هي ما خلتش من الروح على فكرة. انتقمت لنفسها، يعني ترد وحكايتها مع ما أدراك. ذلك راديكالية حتى في خيانتها راديكالية. انظروا مع من خانت دياغو، مع القائد السابق للجيش الأحمر، يعني هو هرب من لينين وتمكنت لينين وما أدراك يعني، ولكن فريدة تمكنت من أن تخون دياغو مع تروتسكي، على الرغم من أنه دياغو قد آواه في منزله لما يعني وفي إلى المكسيك. كانت فريدة بوعي شديد تريد أن تنتقم من دياغو، وقد تسببت لها هذه العلاقة في وجع كبير، لأنه بعد الطلاق الأول يعني لم تتحمل فريدة وزادت اضطراباتها النفسية، فقررت العودة من جديد إلى دياغو وأمضيا مع بعض يعني بقية حياتهما معا. لم يكن الألم مقتصرا على الجسد وعلى الحب، أيضا طبعا الموت. يقول لك على الدين، يقول لك هرب من ستالين ليس من لينين. عفوا 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 فعلا بعد وأيضا هو اغتيل على يد ستالين. إذا يعني لم يكن الجسد والحب فقط سبب وجع فريدة، بل أيضا الموت. كان لها حكاية غريبة مع الموت فريدة، وفي يعني قبل أيام قليلة من وفاتها ماذا قالت؟ قالت: أتمنى أن يكون خروجي من الدنيا ممتعا، وأتمنى أن لا أعود إليها ثانية. وبعد أيام قليلة وفاها الأجل، لأنه يعني عانت كثيرا، خاصة أنها أصيبت بالغرغرينا في قدمها اليمنى، وهو ما اضطر إلى قطعها، تم بتر ساقها، وحتى أنه واحد من معارضها الذي يعني أقيم سنة 1953 ذهبت فريدة في فراش، حملت إلى المعرض في فراش، وعانت كثيرا، وحتى وفاها الأجل. مسألة الموت ابتسام، مسألة الموت متعلق بفريدة، خاصة في لوحاتها هذا ظاهر في موت أجنتها، كانت يعني كان حملها لا يستمر، وأدى بها ذلك إلى الاكتئاب في مراحل كثيرة، وكانت ترسم ذلك الحمل التراجيدي في أكثر من لوحة موجود. و الموت يعني خاصة ارتبط بفقدانها لأجنتها على مدى زواجها من دياغو. نعم، يعني هي عاشت تجربة الموت على أكثر صحيح. من مرحلة، حتى في كل حادث تتعرض له كانت تعيش الموت أيضا، لأنه فريدة لم تقبل فكرة اختلافها، ويعني عاشت تحاول أن تتحدى هذه الفكرة عبر الرسم، يعني الرسم كان بالنسبة إليها
مجالا لإطلاق موهبتها طيب ابتسام، هل انطلقت يعني من هل كانت قدوتك فريدة في قصتك، قصة نجاحك وقصة تحديك للواقع؟ أنت تحرق مفاجأة كمال هنا، أنت الإيقاع بسرعة. على يعني فكرة فاطمة عندها الآن يمكن ساعتين. انتهت قصة فريدة، سهرناها يعني، ولكن الحكاية لم تنتهي، فقط تتغير الشخصيات، تنسحب فريدة لتصعد ابتسام على الركح وتحدثكم عن قصة أمل، ولكن قصة أمل في عالم الأحياء، ويعني قصة تحدي للإعاقة الحركية، لأنه في سن 11 سنة زارني في الحقيقة ضيف ثقيل الظل، هو مرض ضمور العضلات، لم يمهلني وقتا لأستوعب الموقف، وأنا طفلة مليئة حيوية وحبا للحياة وتعلقا بها، سرعان ما تحول شكرا يعني سرعان ما تحول إلى أمر واقع مفروض علي بالقوة، ويمارس سلطته في التقليل من حركتي في البداية، ويهددني بالحد منها مستقبلا، حينها يعني كان حتى شبح الكرسي المتحرك له من بعيد. ما العمل؟ أخبرني والدي ذات مرة وقال: اليأس اختيار والأمل اختيار، ولك أن تختاري. أنتم ثلاثة، أنت والمرض والحياة، إن كنت أنت والمرض ضد الحياة ستهزمونها، وإن كنت أنت والحياة ضد المرض ستهزمون المرض، وهذا ما حصل فعلا. لذلك قلت دور العائلة محوري في قصة فريدة وفي قصتي أيضا، لأن العائلة كانت تسعى دائما إلى تشريع نوافذ الأمل والحلم، كان أول درس لتلك الطفلة التي لم تكن في الحقيقة تحسن التكيف مع اختلافها، راعي أنه حتى المرحلة كانت مرحلة حساسة جدا، لذلك يعني كان لابد من الاشتغال على فكرة أنه الاختلاف هو مصدر للقوة، الاختلاف هو دافع للتميز. كان عمل يعني جبار لزرع روح التحدي وغرس الإيمان بالذات وبقدرتي على تحدي الصعوبات. علمني والدي أن الانتظار لا يصنع الأحلام، لذلك لابد من أن تتوفر الإرادة والعزيمة لتحقيق الحلم. تعلمت كل هذا، ويعني تعلمت أنه التحدي الحقيقي هو تحرير ذاتي، هو أن أتحرر من الداخل. لذلك تحدثت قبل قليل عن أنه المرآة لا يجب أن تكون مسلطة للخارج، المرآة يجب أن تكون مسلطة على دواخلنا، لأن الأمل موجود فينا، الأمل ليس موجود على قارعة الطريق، الأمل ينبت من الداخل، نحن من نصنع الأمل ونحن من نشعه في كل ما يحيط بنا. الأمل طاقة نور، إيمان مشع يخرج من الداخل، يبهر، يعشي العيون. يعني كان المشوار طويلا، من الدراسة الابتدائية إلى الدراسة الثانوية الجامعية، من الأستاذية إلى الماجستير إلى الدكتوراه إلى تدريس كأستاذة جامعية إلى زراعة الأمل. أتقنت مهنة زراعة الأمل، أتقنت مهنة صناعة الأمل، خاصة أنني أتعامل مع ورود، يعني مع أجيال، أربي أجيال، أكون أجيال، أزرع وأجد تربة خصبة حتى يعني أزرع فيها بذور للحلم، للتفاؤل، بأنه لا يجب أن نستسلم ونقول ليس في الإمكان أفضل مما كان، وبأنه لا جديد أبداً
تحت الشمس، لا الشمس شمسنا، شمسنا يجب أن تسطع، يجب أن نخرج من ظلمة أنفسنا إلى النور، يجب أن نخلق طاقة النور. كان هناك الكثير من الصعوبات، الكثير من الصعوبات، ليس هنا أوان الحديث عنها. كانت هناك جولات، أحيانا أنتصر وأحيانا أنهزم، ولكن حتى هزيمتي حولتها إلى انتصار. لماذا؟ لأنني انتصرت على إرادة الفشل، لأنني في كل مرة كنت أقول لن أفشل. كانت أمي تقول لي دائما لديك خياران، أقول لها ما هما؟ تقول لي إما أن تنتصري أو أن تنتصري، لا ثالث لهما. إذن هكذا هي، إما أن أنتصر أو أن أنتصر. فريدا كاهلو علمتني أنه إن لم يكن يعني إن لم أحسن استعمال قدمي، يمكنني أن أخلق جناحين لأطير بهما. تعلمت فن التحليق، وتعلمت فن الاستغناء من طه حسين. تتذكرون جميعكم ذلك النص المرعب في كتاب القراءة، حينما حمل يعني أخذ طه حسين اللقمة بكلتا يديه، أما أمه فأجهشت بالبكاء، أما إخوته فضحكوا، أما أبوه فقال ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني. ومن يومها لم يذق طه حسين أي أكل بالملاعق. هذا فن الاستغناء، فن الاستغناء أن تتعود على أن لا تحتاج، أن تتعود أن تكيف حياتك كما تراها أنت وبإمكانياتك، أن لا تنظر إلى ما ليس لديك، فقط أن تنظر إما إلى أن تنظر إلى ما تملكه أنت، ما تستطيع أن تقدمه أنت. ما تراه أنت ضروريا لا أراه أنا ضروري. القدمين بالنسبة لي أمرهما سهل، ما دام هناك نور العقل، ما دام هناك طاقة الأمل في القلب. هذه هي الرسالة، هذه الرسالة التي حاولت أن أحملها وأن أوصلها، وأن أقول بأنه يعني الحياة لا تقدم هدايا مجانية. إذا قررت أن ترضى بالقليل عليك، إذا قررت أن لا ترضى بالقليل عليك أن لا تيأس ولا تحزن، وخاصة أن لا تقف في مكانك، بل عليك أن تحاول وتغامر وتضحي من أجل تحقيق أهدافك. الحياة لا تعطينا هدايا، نحن من نصنع الهدايا، نحن مصدر السعادة لأنفسنا وللمحيطين بنا، لأنك تستحق أفضل الخيارات وأحسن الفرص، لأنك تستحق الأفضل دائما. عليك أن تكون على يقين من ذلك، وأنا على يقين من ذلك، أنني أستحق أفضل الخيارات وأحسن الفرص، وأستحق الحياة. لذلك تعلمت أن آخذ الحياة بقوة، وأن أحيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن من يريد اللؤلؤ عليه بالغوص في عمق البحر، فما على الشاطئ غير الزبد، كما يقول جلال الدين الرومي. شكرا صناع الأمل، ولنزرع الأمل. جميل ابتسام، ما قلته يعني فاق الروعة وعمقه، ذهب في قلوبنا جميعا وفي أذهاننا جميعا، لأنه يخاطب العقل أكثر من الأحاسيس. نحن نستمع إلى درس في الحياة، وهذا ما أردناه فعلا من هذه الحلقة، أن نعطي الأمل للآخرين من خلال شهادات حية، ومن خلال مدونة أدبية وفنية عبر التاريخ. نحن يعني من خلال هذه التجربة فعلا وضعت إصبعك تماما على كل يعني ما أردناه من هذه الحصة وهذه الحلقة. نعم، ليس هناك شخص ضعيف، ليس هناك إنسان ضعيف أبدا، لكن هناك
إنسان اكتشف قوته وهناك آخر لم يكتشفها بعد أو لم يبحث عنها أو لم يجتهد من أجل أن يكتشف تلك القوة. قبل أن أنتقل إلى فاطمة نستمع إلى مريم أغنية من مريم من جديد. أحيي ابتسام، ابتسام التي قالت الانتظار ليصنع الأحلام، وقالت أيضا سنخرج ونحلق من ظلمة أنفسنا إلى النور. سأحلق معكم برائعة أبو القاسم الشاذلي التي لحنها حليم الرومي. ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغردك الطير أين اندفعت، وتشجو بما شاء وحي الإله. وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أن ترى. وتمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في ربا. كذا صاغك الله يا ابن الوجود، وألقتك في الكون هذه الحياة. كذا صاغك الله يا ابن الوجود، وألقتك في الكون هذه الحياة. فما لك ترضى بذل القيود، وتحني لمن كبلوك الجبال. وتقنع بالعيش بين الكهوف، فأين النشيد وأين الإباء؟ أتخشى نشيد الصباح الجميل؟ أترهب نور السماء في فضاء؟ ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. جميل مريم، شكرا على طبعا هذه القصيدة الأغنية الرائعة، وأنت ضربت عصفورين بحجر واحد عندما اخترت هذه القصيدة، وكأنك تذكرين بشخص آخر أيضا وتجربة تحدي أخرى، تحدي الشاب وما أدراك شاب لحاله. ونحن نعلم ما كان يعاني شاعر تونس من مرض ومن ضيق تنفس، ورغم ذلك فقد قاوم وسنواته القليلة في أن يجعل من نفسه أيضا شاعرا كونيا. ورغم ما عاناه من ظلم أترابه وظلم أهله وذويه من الأدباء والكتاب التونسيين في عصره، عندما رمي بالطماطم في وقت من الأوقات بسبب كتابه العمدة الآن الخيال الشعري عند العرب. ومن الشاب إلى الجمالي، إلى فاطمة الجمالي. مرحبا بك فاطمة،
ونعتذر أنك طبعا خليناك سهرة إلى هذا الوقت. و لا ما فيها حتى مشكلة، ما لها سهرية، ما لها قاعدة، ما عندي حتى مشكلة، بالعكس. مساء الخير عليكم، مساء الخير لكل أسرة المكتبة بمتابعين وضيوف وطاقم. بصراحة المهمة ياسر صعبت عليا بعد كلام ابتسام، يعني قالت كل شيء. لا لا، ما زال مش بشكر تقولي أشياء ابتسام مهمة. نعم وفرحانة برشا اللي أنا سمعتك، ما شاء الله عليك فعلا. نعم فاطمة، خلينا ناخذ إذا تحبي في شكل حوار هذه المداخلة. وفاطمة الجمالي إعلامية تونسية تعيش في دبي منذ سنوات. مررت بتجربة، تجربة صحية في تعرضك إلى مرض السرطان. هذه طبعا هذا المرض الخطير جدا، وقاومته بضراوة وهزمته، وهزمته أيضا مرتين، هزمته في الواقع باستعادة صحتك ونحن نبارك لك ذلك وسعداء بذلك، ولكنك أيضا أجهزت عليه بمنجز بين يدي، هو كتابك حول هذه التجربة الذي يهمنا أن يقرأ هذا الكتاب تونسيا وعربيا، كتاب فاطمة الجمالي، كان قويا وكنت أقوى، كنت أقوى، رحلتي مع مرض السرطان. في الحقيقة عنوان قوي جدا أيضا، ويعبر عن هذا التحدي، لأنه فعلا يلخص فكرة التحدي. تبدأينه هذا الكتاب أصابني السرطان، القصة لم تبدأ هكذا ببساطة، فنريد أن نستمع منك أولا فكرة عن التجربة ثم ندخل في حوار سريع. نعم، السرطان بدأ في نوفمبر 2016، يعني صار له تو 4 سنوات بالضبط. كان مرحلة رابعة من سرطان الليمفوما اللي هو واحد من سرطانات الدم الشرسة، وكان يتكاثر بطريقة سريعة جدا وتطلب علاج كيماوي لمدة 9 أشهر. كنت في المستشفى بصفة، يعني ما خرجتش من المستشفى لمدة 9 أشهر. الحمد لله وفات التجربة خلالها. يعني أنا كنتكم حكيتوا على دور الأسرة ودور المحيط، أنا نعم، ما عشت تجربة الأسرة ووجود الأسرة لهذا ولا كل وجود فرق. المحيط، إني نعيش بعيدة، وخيرت خلال التجربة هذه إني ما نقولش لأمي على الموضوع، وخيرت إني نعيش التجربة وحدي. خفت عليها بحكم العمر والبعد، فقلت ما دام الموضوع تحصيل حاصل فنعيشها كما جات وحدي. يعني الجلسات كانت طويلة ومدة العلاج كانت طويلة وصعيبة. ف يعني نوع من الفضفضة أو نوع من التسلية أو تمضية الوقت كنت نكتب. ما كانش وارد موضوع النشر، ما كانش وارد إنه يكون كتاب ولا شيء، يعني كان مجرد إني يعني المرحلة 9 أشهر مقارنة بالأمثلة اللي كنا نسمع فيهم تعتبر لا شيء مقارنة ب50 سنة وب10 سنين وب20 سنة، لكن كان فما لكنها برشا كانت لحظات. تجربة أيضا، تجربة في مواجهة الموت، يعني نعم، ما زال صحيح. هذا، ما زال هذا المرض حتى لا نسميه، نقول الخايب، صح، نخشى منه، لأنه مسألة الموت أيضا فاطمة كما تعلمين حتى في الفكر الغربي تعتبر من ضمن المسكوت عنه. نحن نقول، نتحدث عن الموت، نذكر اسمه، لكن لا نريد أن نغوص فيه ونتحدث عنه، وكأنه صحيح، هذا المجهول الذي نريد أن ندفعه، وكأننا غير معنيين به، وكأن أي شخص، أنت حتى في الكتاب تقولين وكأن هذه الأمراض أو هذا الموت يمكن أن يأتي لأي كان، إلا لا نتصوره أن يأتي إلينا. صحيح. أنت في بداية هذا الكتاب تقولين جملة مهمة في التحدي وفي قرارك التحدي بعد أن اكتشفت هذا الورم، أنت بدأت الحرب
وأنا امرأة لا أقبل الاحتلال، فما بالك وأنت تحاول احتلالي؟ يعني هذا في صفحة 14 من الكتاب، تشنين حربا على ربما على حرب أتتك تريد احتلالك. لأنه كان شخص، يعني كان شيء غير مرغوب فيه، ولم أستدعي ولم أرغب فيه أبدا. يعني نحب نتطرق لموضوع أنه كلنا أقوياء، صحيح مثل ما قالت ابتسام، لكن هناك أشخاص لم يوضعوا في زاوية يكتشفوا فيها مدى قوتهم. أنا في يوم ما عرفت إنه أنا مصابة بمرحلة رابعة من السرطان، يمكن تكون حشرت في الزاوية اللي اكتشفت فيها إنه لا، مش هذه النهاية، ولا أنا لا أقبل إنه هذه تكون نهايتي، خاصة إنه أنا تلقيت الخبر بمفردي، وكان أكثر همي مش إنه ما يترتب على السرطان، إنه كيفاش نقول لأمي الخبر. فهذا كان الـ يعني خلينا نقول العقد الأكبر من المرض. لكن يعني في بعض اللحظات الأولى، خلينا نقول يمكن ساعات الأولى بعد، يعني كان فما لحظات من الحزن، لحظات من الخوف، لحظات من يعني البانيك، إنه ما عرفتش كيفاش نتصرف، ما عرفتش شنو باش نعمل. خاصة أن الطبيب، يعني الطبيب الذي تقولين أنك فكرت في مقاضاته في وقت من الأوقات، ثم بعد ذلك تجاوزت، كان قدم لك الخبر بكثير من البرود وكثير من الفجاجة، أنه قال لك مباشرة أن عندك سرطان. فكانت إجابتك، هل يعني تعتقد أن عندي، يمكن أن يكون عندي، أم واصل في أنه موجود هذا السرطان؟ يعني المريض في تلك اللحظة، هل تعتقدين أنه مسألة المكاشفة بالأمراض بشكل هذا الفجوة الصريح، والآن وأنت ابتعدتي عن تلك الحالة ربما والموقف، هل هو مسألة صحية أم مسألة فيها خطأ؟ بعض الذين ينظرون لها يقولون أنه يعني المصارحة أفضل من تلك الترتيبات والأقساط. يعني كمان بروتوكوليا كأطباء، يعني هو من واجبهم، يعني من مهمتهم أنهم يخبروا المريض، يعني هذا مما لا شك فيه، أنه المريض لازم يعرف حالته. لكن طريقة، يعني طبعا لم أطلب مقدمات ولا، لكن حتى قلت له، يعني حتى في المسلسلات لما نشوفوهم يسألوا المريض معك حد، يعني يعطيوه، مش هكا يعني بصفة مباشرة إنه عندك سرطان. يعني حتى أنا ما استوعبتش الكلمة في وقتها، لأنه أنا فترة ما قبل المعرفة، يعني قعدت مدة نعمل في تحاليل وأوجاع وكذا، ما عنديش ولا ربع لحظة يعني فكرت في أي شيء من هذا. فعلى طول لما سمعت الكلمة جاتني صدمة، مش صدمة يعني من الخوف، لكن كيفاش، يعني كيفاش سرطان هيك في يوم وليلة؟ طبعا لازم يقول للمريض، لكن طريقة يعني الإخبار هي كانت المشكلة بالنسبة لي. المرحلة الموالية، يعني طبعا أنا ما بقيتش في نفس المستشفى، خذيت رأي دكتور ثاني، والدكتور الثاني أقنعني، هو ما كانش عندي خيارات كثيرة الصراحة، لكن الدكتور الثاني يعني احتوى الموضوع، وقلت له أوكي أنا جاهزة للتحدي، أعمل اللي أنت تشوفه صالح، سواء عملية سواء كيماوي سواء أي شيء، لكن ما أريد أنه هذه تكون النهاية. أنت حرفيا يعني فاطمة تقولين عندي برنامج لحياتي يمكنني تأجيله لثمانية أشهر أو سنة، وأنا جاهزة للتحدي، لكن النهاية لن تكون هكذا. صحيح. ونرجع لكلام ابتسام، انه المرآة مهمة جدا،
يعني أنا في غرفة المستشفى كان عندي مرآة أنا يوميا ولليوم. على فكرة أنا في فترة العلاج أنا كنت أزور المرضى بقية المرضى في المستشفى، وكان الأطباء يستعينوا فيا إنه نحكي معاهم، لأنه مش عارفة يعني لسبب ما يقولوا إنه عندي طاقة إيجابية، فكنت نحكي مثلا. فما مرضى كانوا يرفضوا ياخذوا العلاج على أساس إنه هذا ابتلاء وهم راضيين وكذا. يعني فما حالات، وبعد العلاج كنت يعني ما زلت إلى الآن إنه لما أسمع حد مريض نمشي ونقعد نحكي معاه، لأنه أنا يمكن أكثر واحدة نفهم مش معناها تعدي فترة في المستشفى ما يزورك حد، ما تنجمش تتكلم. كنت نستنى المرأة يعني الممرضة أو أي حد داخل الغرفة باش نطلع صوت ونتكلم. كنت نتكلم مع روحي في المراية، حتى يعني لو عندي في الانستغرام الفيديو اللي حلقت فيه شعري، يعني كنت نقول إذا هذا تضحية أخرى باش نوصل بيها لبر الأمان أنا جاهزة. المرآة مهمة جدا في، يعني شوف لو يجيك مليون واحد في النهار ويقول لك خليك قوي، لو يجيك مليون واحد في النهار يقول لك لازم تكون عندك عزيمة ولازم كذا ولازم كذا، إذا الرسالة ما طلعتش من عندك ما استفدنا ولا شيء. فأنا فعليا كنت أقف في المرآة وأقول عادي فاطمة شعرك يتعوض، عادي فاطمة كل شيء ثاني يتعوض، المهم انت شنو تحب تعمل. انا ما كنتش نفكر في الـ في الـ في رحلة العلاج، انا كنت نفكر ماذا بعد العلاج. يعني العلاج خلاص هو قال عنا بروتوكول، عنا 12 جرعة لازم تاخذيها يعني حسب تقبل جسمك حسب مناعتك، ممكن 9 أشهر ممكن سنة ممكن سنة ونص. فأوكي إذا هذا المطلوب أنا بعمله، مش هناقش في شيء، بعمل كل المراحل، لكن ماذا بعد ذلك؟ ونفس التجربة، يعني ممكن برشا فكروا إنه السرطان صفحة وتطويت صفحة وتسكرت، لكن مش صحيح، ما فماش حاجة اسمها يعني السرطان انتهى، يعني شو تصير حياتي قبل السرطان وبعد السرطان، كل شيء عندي مقياس لي. ومشاكل السرطان يعني بعد السرطان كانت بالنسبة لي أصعب، لأنه زاد وزني كثير، يعني تقريبا 30 كيلو زاد وزني بعد السرطان، مشاكل في الهرمونات، مشاكل في الغدة، وخاصة أنه قلت لك والدتي ما تعرفش الموضوع، فلما شافتني سمنت برشا كان كل مرة تقول لي فاطمة شوف حل. فكنت نرجع نقف عند عجبني المريض تعليقها على خبر صدور كتابك يعني. ما تعرفش ما سمعتش وكنت تقف في المراية وأقول أوكي، يعني أنت توا يعني وزنك زاد مش مشكلة، في قياسات أكبر للثياب مش مشكلة، يعني ما دام عطوني يعني قالوا لازم 2 سنين تقريبا بعد الكيماوي باش ترجع تتعدل الهرمونات والغدة وكذا وكذا ويرجع وزنك يرجع، الحمد لله بدأ ينزل. تعديت في مرحلة أخرى اللي هي الاكتئاب، كما كانت تحكي الدكتورة، نعم ما عادش نحب نتصور، ما عادش نحب نطلع مع عباد نعرفهم، خاصة ما نحبش نبقى نفسر علاش أنا سمنت، نقعد نحكي لهم يعني كما قلت لك، يعني مفكرينها زر اون واوف، أكهو فين الكونسير رجعنا يلزم ترجع الحياة الطبيعية، وأنا نكره كلمة حياة طبيعية خاطر بعد التجربة هذه وبعد التعب هذا نرجع للحياة الطبيعية ما استفدتش. نحب يعني نحب يكون عندي حياة جديدة، على خاطر أنا بالحق يعني عندي فرصة إنه أنا اتولدت من جديد، فكل حاجة نشوفها نشوف، وليت نقدر الحاجات الصغيرة اللي كانت عندي في حياتي، وما نحبش نقول ما نعطيهاش قيمة، لكن ما بالنسبة لينا تهز كاس ماء وتشرب حاجة نعملوها كل لحظة وما نحسوش بها، غيرنا ما ينجمش. يعني أنا في المستشفى ما كنتش نجم نشرب الماء، يعني ما تنجمش تلبس حوايجك وحدك، ما تنجمش تدخل الدوش وحدك، يعني فما حاجات احنا نعملوها كل يوم، الشمس علينا حق ممنوع طبيعي، وجزء ممكن جزء من أسباب اكتئاب المجتمع التونسي أنه لا يتمتع بتلك التفاصيل الصغيرة، والسعادة بمعناها العام بمعناها الشامل ليست موجودة في الحقيقة، إنما هناك سعادات صغيرة يمكن أن نجمعها نؤثث بها حيواتنا، ويمكن أن تشكل تلك
السعادة، لكن ليس هناك سعادة في مكان ما يمكن أن نسحبها، والدليل أنه الكثير من الذين يعيشون حياة مترفة وحياة هانئة، ورغم ذلك مصابون بالاكتئاب ومصابون بالإحباط وغيره. صحيح صحيح. وفما نقطة أخرى، يعني أنا نهار اللي حسيت روحي في دوامة، يعني عارفة عندي مشاكل لكني مش عارفة نخرج منها، يعني برغم أني نحاول وكذا، فجلست مع نفسي. يعني هي يمكن نقطة مهمة أنه الواحد يتكلم مع نفسه، واحد اثنين ثلاثة، فاطمة عندنا مشاكل، يعني مانيش فرحانة، يعني سعيدة أنه أنا حياتي رجعت لمسار الطبيعي وصحتي الحمد لله لاباس، لكن فما حاجه ناقصتني مانيش عارفه نحددها في الدوامه هذه، فشنو نعمل؟ مشيت لطبيب نفسي، قلت له انا اعتقد انه انا عندي بدايه اكتئاب، وهو فعلا كان عندي مش بدايه، يمكن انا كنت في عمق الاكتئاب، والحمد لله عرفت يعني نتخلص منه ونرجع ويمكن أحسن من قبل. حسيت أنه السرطان أعطاني فرصة جديدة أنه نكتشف الجزء المخبي من فاطمة، نكتشف قوة الشخصية. يعني صحيح أنا من قبل ديما يقولوا لي أنه أنت شخصيتك قوية، لكن اكتشفت يمكن أني أنا صبورة أكثر من الطبيعي، يمكن أنا عندي قدرة تحمل أكثر من الطبيعي، يمكن اكتشفت انه فما فاطمه اخرى كانت مخبيه، والتجربه الصعيبه هذه طلعتها، وهذا اللي عملته في الكتاب. لقيت يعني بعد ما نهار اللي يعني انا وقت اللي يفل العلاج، مرحله العلاج، واعطوني 8 اسابيع من يعني الراحه قبل ما نعمل البيتي سكان، نقاها سافرت وكذا، نهار اللي وصلني الايميل من عند المستشفى انه تعافي، حسيت انه هذه اخر صفحه لازم تتكتب، ما عادش نحب نكتب حتى شيء، وسكرت على الاوراق وخبيتهم، يعني ما كانش في مخي ابدا حكايه الكتاب، قعدت نكتب على السوشيال ميديا. انت عملتي صفحه اخرى خاصه بال، نعم، ما حبيتش نكتب فيها اسمي، يعني للاسباب اللي ذكرتها، والاسباب اخرى انه انا كيف نكتب على صفحتي، برشا تعليقات توصلني، برشا مساجات توصلني انه فاطمه ما عادش تحكي على مرض فاطمه، انساه، ارجع على حياتي، ما حبيتش الناس تحسني مثلا سلبيه، ولا ما حبيتش يربطوني بالمرض، عملت صفحه موازيه سميتها باسم الكتاب، وبقيت نكتب فيها عادي، يعني مش اسم الكتاب، يعني هو هي يعني نعم. بعد الكتاب تسمى باسمها صراحة. لقيت عبيد تبعث لي مثلا، أنا مرتي كانت مريضة وما تخطاتش التجربة، أنا أمي حاليا تتعالج ومانيش عارفة كيفاش نساعدها، لقيت يعني تذكرت أنا في فترة المرض كيفاش كنت نتبع في أخبار الناجين، كيفاش كنت نقرأ، كيفاش كنت نتفرج، عرفت يعني حسيت أنه أنا القشة اللي الناس متعلقة بيها، وحسيت أنه من واجبي أخلاقيا أنه إذا قادرة حتى بكلمة نعاون الناس، علاش لا؟ وصدفة جماعة دار النشر هما اللي تواصلوا معايا وقالوا لي انه احنا حابين نشوف المادة اللي عندك وعلاش لا تولي كتاب. ايه من وقتها بدأت حكاية الكتاب. نعم. فاطمة، انت قلتي شيء مهم في الحقيقة في الكتاب ايضا، في صفحة 57 تقول: قررت ان احب نفسي فقط، أن أدعم نفسي، أن أدللها، أن أتجول مع نفسي في كل مكان نريده، أن أشتري لها الهدايا، أن أحتسي معها القهوة، باختصار أن أعيش مع نفسي وأعشق نفسي وألغي من روحي كل من وما سبب لي الألم. يعني هذا في الحقيقة هو مكتوب حتى بخط غليظ يعني مقارنة بالكتاب، وكأنه حتى الطباعة الآن، طباعة هذا الكلام هو كلام عميق، ربما أهم من السرد الأحداث الأخرى. نحن محتاجون فاطمة إلى أن نحب أنفسنا، لأنه يبدو أنه سقوطنا في الاكتئاب، فشلنا،
تراجعنا، يعني انحصار أحلامنا، كلها نتيجة هذا التهاون في أننا لم نحب ذواتنا كما يجب، وربما هي المناعة الوحيدة. يمكن احنا نحب ذواتنا بطرق اخرى، او الاولويات عنا مش احنا، دائما نحط غيرنا هو الاولويه، سواء العائله، سواء الشريك، سواء العمل، سواء اي حاجه. نعم، يعني في شقين للموضوع حب النفس. في فترة من الفترات، يعني طبعا في بداية المرض كان عندي زيارات كثيرة، كان الأصدقاء والمعارف يعني يجيوا يزوروني، يمكن باش يشوفوا، مثل ما قلت انه ممكن المرض يجي للناس لكن ما يجيش لحد قريب لنا، فجايين يكتشفوا نوعا ما. بطول المدة خفت الزيارات، خفت الناس اللي تجيني. هنا تعلمت انه الناس اللي ما وقفتش معايا، طبعا انا لا الوم اي احد، الناس اللي ما وقفتش معايا علمتني اني اوقف بمفردي، واني امشي بمفردي، واني اعتمد على نفسي في كل شيء. الشق الثاني انه هناك ناس ما بعرفهم دخلوا لحياتي، ناس سمعوا بالسوشيال ميديا انه فما واحدة مريضة وقاعدة تتعالج وهي بعيدة على عائلتها وجماعة وانسة يعني، وجاءوا يزوروا فيا. يعني الى اليوم يعني كنا بنحكيوا مع بعضنا، زيارات يومية كمان، اذا هي يعني اذا لم تأتي هي كان بنتها تيجي، ابنها يجي، يعني كان عندي زيارات يومية بين الجرعات، يعطيني أسبوع تقريبا راحة، كانت تاخذني معاها البيت، هتقولي ما تروحش الدار وحدك، تعرف يعني الشيميو شوية يتعب الجسم. يعني سمعت من عندهم جملة ياسر ياسر أثرت فيها، كان وقتها رمضان، وكنت ياسر متأثرة أنه أنا باش نكلم أمي بعد مدة طويلة، يعني شريت بيروك خاطر أمي شريت بيروك باش نكلم أمي. بكيت برشا على خاطر يعني أنا دايما في فترة العيد ديما نرجع لتونس، يعني ما حبيتش العيد هذاك يكون وحدي. فقالوا لي في المرحلة هذه لازم تحب روحك، خلي كل شخص وكل كل حد يكون درجة ثانية، لازم أنت تكون توا الأولوية. العيد ممكن يرجع، رمضان ممكن يرجع، السفرة لتونس ممكن يرجع، لكن صحتك إذا توا مشيت ما عادش باش ترجع، دونك خليك أنت توا قوية وحب روحك. فأنا بالحق خذيت المثال هذيك عليه بالحق، يعني أنا المفروض أني توا نهتم بروحي والأخرين توا يجيوا بعد. لقيت إذا أنا حبيت روحي الحاجات الكل يمشيوا يعني في بلايصهم. وقت اللي أنا حبيت روحي لقيت روحي أسعد، لقيت روحي إيجابية أكثر، لقيت روحي متفائلة أكثر. مانيش نخمم، يعني بطبيعة نخمم في العباد الأخرين، لكن مانيش باش نسهر نخمم كيفاش باش نحل مشكلة حد، كل شيء طوي يتحل بطبيعته، المهم أنت تكون مرتاح وتكون نفسيتك مرتاحة والباقي كله طوي يتصلح. وهذا يعني مساج للعباد اللي قاعدة تسمع فينا، أي مهم أن نعدوا مساجات من خلال هذه التجارب. وكأنه نحن لا يمكن أن نكتشف ذواتنا إلا إذا وضعناها في موضع خطر. يعني الناس اللي ما مروش بخطر ما يهدد حيواتهم بشكل أو بآخر، في أغلبهم لم يكتشفوا أنفسهم ولم يكتشفوا طاقاتهم، ولم والعودة بعد تلك التجربة إلى الذات هي إعادة اكتشاف ذات أخرى. أنت أشرتي وقلتي وكأني ولدت مرة أخرى، يعني أنه شخص محتاج إلى حياة أخرى، وحتى ترتيب معارفه وترتيب الناس اللي دايرين به من أجل تشكيل حياة أخرى تماما. صحيح، لكن مساج ثاني انه ما تستناوش ازمه تخلي، يعني وقت المرحله اللي تسبق انه ممكن اخسر كل شيء، ما تستناوش المرحله هذيك، لانه يعني فما برشا امثله
مش تحكي على روحي، لكن فما برشا أمثلة وصلوا للتجربة هذيك وقالوا لكم واكتشفوا اللي المرحلة هذيك، يعني النقطة هذيك ياسر مهمة، ما تستنوهاش تجي، عيشوا على هذا، يعني اعتبروا انه صارت لكم أزمة وعيشوا، يعني غدوة ابدأوها من جديد، غدوة ابدأوا نهار جديد. انا اليوم الشمس طلعت، فما غيري قاعد في بيت في سبيطار، مش عارف اذا الشمس باش تطلع ولا مش عارف، لكن انت ما دام شفت الشمس تستقبل نهارك، ابدأ بكل التفاصيل، من قهوتك، من جريدتك، من الغناء اللي تسمعها في الراديو، من اللومبوتياج، يعني كل التفاصيل الصغيره ديك استمتع بيها ما غير ما تستنى تصير لك ازمه. صحيح. نحب نشير الى طبعا تعليق كثيره واعجاب كثير بما قدمتم جميعا، وخاصه طبعا ابتسام وفاطمه في الجزء الثاني، صلاح بن عياد، عواطف زراد، صديقنا محمد عيسى المدب، أيضا نجاة بكري الكاتبة والصديقة، بثينة أيضا، نجوى وغيرهم، يعني ستقرؤون بعد ذلك تلك التعليق الجميلة والنقاش أيضا وإثراء النقاش. هيثم يحب يقول كلمة، تفضل. نعم كمال، إذا كان كنا قبل قليل يعني تناولنا تجارب عن كتاب وعلماء، يعني تناولناها أدبيا، أما مع تجربة ابتسام وفاطمة يعني كلامهم مسنا ومس عقولنا ومس قلوبنا ومس مشاعرنا، فكل كلمات الحب وكل عبارات التقدير والاحترام ابتسام وفاطمة على رسائل الأمل، رسائل الطموح، رسائل عدم الاستسلام. ومن هنا قلبي وتمنياتي لكل إنسان في اللحظة هذه يعاني مرض أو يسارع في مرض أو في عجز ما، لنا في ابتسام وفاطمة أحسن. فعلا هي تجارب رائعة في التحدي و العزيمة وهذا الحب للحياة والنجاح أيضا المكلل بالنجاح. فاطمة تحب تقول حاجة أخرى؟ سألك. يعني والله بالحق يعني تقريبا مضيت ليثا. صحيح، أنا راني محضر لك بارشة أسئلة والكتاب يعني قريته بالحق بمتعة، حتى اني وليت وين نقرا فقره تعجبني نمشي نقراها بصوتي، كان لاحظت سجلت هبطت بعض المقاطع منها، لانه كتاب فعلا ممتع بقطع النظر على صلته بالمرض، لكن صلته بالتجربه مهم جدا، فيه طاقه ايجابيه قويه نابعه من شخصيتك، شخصيتك اللي قاومتي بها المرض بالسخريه، بالذهاب الى يعني الحفلات الصديقاتك السودانية وكأنك يعني تعبثين بهذا السرطان وهذا المرض. وأنا أقرأ هذا الكتاب في الحقيقة أقول أن هذا السرطان لابد أن يخجل من نفسه، ولا أعتقد أنه سيتوجه إلى شخص آخر بعدك. دخل الجسم الغلط. فتحب واحدة تونسية رباته عاش في الشمشي. فشكرا فاطمة، على إن شاء الله نلتقيه في المكتبة، وإن شاء الله نلتقيه في الواقع أيضا قريبا. يمكننا أن هو ما زالت فقرة، أنا مانيش ناسي فقرة في عند إسمهان وفقرة صغيرة عند هيثم، نرجع بها للتخييل ونسكر الحلقة هذه. وشكرا على كل التفاعل معها، نرجع هيثم باش نسكر بإسمهان ويكون الختام ومسك. تفضل سي هيثم. هيثم ستحدثنا عن هانس فالاد. هانس فالاد الكاتب الألماني. نعم كمال. هانس فالاد هو عنده تجربة أخرى مع التحدي
أمل هي تجربة الإدمان. يعني هانس فالادا عاش تجربة مريرة مع إدمان مادة المورفين. يعني مادة المورفين هي مادة تستعمل لقتل الألم، يعني مع هانس فالادا تحولت إلى مادة للقتل أصلا. يعني عانى من هو كاتب عانى من الإدمان لمدة 7 سنوات متواصلة. في طيلة هذه المدة كان الحاجة اللي تجلب الانتباه أنه فالادا كان يحاول أو كانت له دائما العزيمة أنه يقلع عن الإدمان. يعني كل مرة يستهلك فيها مادة المورفين ياخذ كمية، وبعدها باش يقرر انه يتخلى على الاستهلاك نتاعها، لكن كان في كل مرة يفشل. يعني حاول يجي 3 أو 4 مرات في 7 سنوات هذه، كان الحصول اصلا على المادة هذه صعب جدا في تلك الفترة، فترة ألمانيا النازية، وكان الحصول على المادة هذه كان من الصيدليات، ويكون كان بورقة من عند الطبيب، يعني سيرتيفيكا ميديكال، اللي هو كانت حاجة صعبة برشا في الفترة هذيك. فقرر انه يقلع عن الماده هذه بطرق مختلفه، احكي لنا في الكتاب نتاعه. هو ماهوش كتاب لم يكتبه هانس فالادا في الحقيقه، انما هي عباره عن مذكرات او عباره عن يوميات كتبها في الثلاثينات، تم نشرها سنه 1997. ذكر فيها مشاعر التي يشعر بها عند الحاجة إلى المورفين. يعني يقول يسمي المورفين هانس فالاد يسمي المورفين مثلا البنزين، إشارة إلى حاجة جسده إلى الاشتغال. يعني نحن نعرف أن البنزين يشغل المحركات، وعندما يستهلك المورفين يطلق عليه اسم العشيقة للشعور بالنشوة الذي يحس به والسعادة التي يشعر بها أثناء استهلاك المورفين. في إحدى المحاولات الصعبة التي حاول فيها الإقلاع عن هذه المادة، قرر أن يستبدل استهلاك مادة المورفين بالمخدرات واستهلاك الكحول، لكنه دخل في حالة أخرى وتغيرت الأوضاع وأصبح شرسا جدا وأصبح عنيفا، لدرجة أنه اقتحم صيدلية من الصيدليات قصد الحصول على المورفين لتهدئة نفسه، وقبض عليه في تلك اللحظه. وانه في الحقيقه انه اللحظه هذيك هو كان يبحث عليها ديما، انه باش يهزوه المصحه ليعالج الادمان. فلما قبض عليه استسلم استسلاما تاما، وعرف انها هي تلك اللحظه المناسبه ليكون في المصحه ويقلع عن الادمان. يعني هو في تلك 7 سنوات عاش فتره عصيبه جدا بين الادمان وبين امل العلاج. يعني عاش هذا الصراع ما بين أمل العلاج وما بين الإدمان، لكن دائما الإدمان الشعور بالإدمان أقوى بقليل من محاولة الإقلاع عن الإدمان. وفي الأخير بعد دخوله المصحة تمكن من إقلاع عن جميع المورفين. تجربة مهمة هيثم فيما يخص تحدي المورفين، تحدي المخدرات طبعا. الإدمان بصفة عامة، أريد أن أشير إلى أيضا إلى تجربة أخرى متعلقة بالتجربة التي تحدثت عنها، وهي تجربة جيمس فراي، مليون قطعة صغيرة. هذه الرواية التي تتحدث عن تجربة جيمس فراي مع المخدرات، وكيف تخلص من الإدمان بعد ذلك. رواية مميزة جدا يعني، ورهيبة وفظيعة بالمعنى الدقيق للكلمة، وتحولت إلى فيلم طبعا شهير يمكن أن تشاهدوه. نختم قبل الختام، قبل سنختم بأغنية، هذا عليك أن تتدبري أمرك مريم، لكن ننتقل إلى آخر فقرة مع إسمهان التي اقتطعناها من القسم الأول. إسمهان اسمعنا. نعم، شكرا كمال، لأنني سوف أتحدث عن تجربة جي كي رولينج التي هي تجربة ناجحة في تجاوز الاكتئاب، وأظن أنه من الجميل أن نختم الحلقة بتجربة أمل. قبل ذلك أريد أن أعبر عن تقديري العظيم لابتسام وفاطمة اللتين أعطتنا
درسا في الإنسانية في الحقيقة. شكرا لي، شكرا لما قلت لك. جي كي رولينج طبعا نعرف. نعم مش خلصوني على الحلقة هذه. علش لي. جي كي رولينج نعرف كلنا، نعرف قصتها، رددتها وسائل الإعلام لمدة طويلة وأبرزتها كقصة خرافية في النجاح، المرأة المطلقة العاطلة عن العمل، الأم الوحيدة التي تعيش في حالة فقر مدقع في بريطانيا الحديثة، والتي صارت نجمة، كاتبة نجمة لا مثيل لها إلى اليوم. هي باعت تقريبا 400 مليون نسخة من كتب هاري بوتر التي ترجمت إلى تقريبا 32 لغة. يعني 400 مليون نسخة، أنت ككاتب كمال لا يمكن حتى تخيل ذلك. لا أريد هذا الثراء الفاحش، سيصبح خطرا عليكم يعني. لكن هي تقول هي عاشت فترة اكتئاب طويلة وصعبة، وقالت ما يقدمه الآن، ما تقدمه الآن وسائل الإعلام كقصة خرافية في النجاح لم تكن لي عليها أدنى فكرة. عندما عشت فترة الاكتئاب كان ليلا طويلا مظلما حالكا، ولم أرى النور، ولم أكن أتخيل أن النور في نهايته. هي حتى أنها استوحت من تجربة الكتابة شخصية، هناك شخصية في سلسلة هاري بوتر، شخصية The Dementors، وهذه الشخصية هي تأتي وتسلب الإنسان من روحه، عندما تقبله تسلبه من روحه ولا تترك له ذكريات حلوة، وتجعله يشعر بالبرد، وتجعله ضعيفا، وإلى آخر ذلك من الأعراض التي تعرفها جي كي رولينج عن الاكتئاب. لكن هي تقول في حواراتها أنا لم أخجل أبدا من تجربة في الاكتئاب لأنني تجاوزتها عفوا. وأحسن كلام قالته عن تجاوزها لهذا الاكتئاب هو الخطاب الذي أعطته في جامعة هارفارد سنة 2008. في هناك يعني هارفارد لها هذه العادة أنها تستدعي شخصيات لإلقاء خطاب في عند تخرج الأجيال. وفي هذا الخطاب الذي هو موجود على اليوتيوب وأنصح به حقا، كل إنسان يجد نفسه اليوم في وضع اكتئاب أو في وضع حزن، لأنها بالنسبة لي في ذلك الخطاب تعطي الخلطة السحرية لتجاوز الاكتئاب والتي لم يصل إليها في الجيرالد. وهي تقول أنا لما فشلت حققت خوفي الكبير في الفشل. هي من عائلة فقيرة، ووالدها أراد أن تنجح يعني بالمعنى الاجتماعي، وهي حاولت لكنها فشلت فشلا ذريعا. هي تقول أنا فشلت بكل المقاييس الاجتماعية في بريطانيا العظمى، ما عدا أنني لم أكن متشردة، لم يكن كنت عاطلة عن العمل، وكنت مطلقة، لدي ابنة وأربيها لوحدي وأعيش على الإعانات. فأنا فشلت فشلا ذريعا، لكنني ذلك الفشل نزع عني كل ما ليس أساسيا، ولو لم أفشل بتلك الطريقة لواصلت التظاهر بأني غير من أنا. الفشل دفعني لأن أعترف بمن أنا، والفشل جعلني أصب كامل تركيزي على الشيء الوحيد الذي أحبه وهو كتابة القصص. لو أنني نجحت في أي شيء آخر لما اهتممت بتطوير الشيء الذي أحبه. وعندما حققت الخوف الكبير أي الفشل ووجدت أنني لازلت على قيد الحياة، اكتشفت أنني أستطيع أن أكون أنا دون تلبية المعايير الاجتماعية التي يسرع العالم بإعطائنا لها. يعني يجب أن تتزوج، يجب أن تكون لديك مستوى من المال إلى آخره. لكنها قالت أنا في الحقيقة واجهت نفسي. هي في الحقيقة استطاعت أن ترى نفسها وأن تعيش تبعا لما يقوله قلبها. وهي حتى لما كتبت هاري بوتر
قال لها وكيل أعمالها لن تجد النجاح من خلال أدب الأطفال. رغم ذلك كتبت هاري بوتر وأتممته، ويعني نعرف كلنا أنها قدمته ل 12 دار نشر ولم تقبلها إلا دار نشر رقم 13 لتعرف النجاح الذي عرفته، مقارنة بفيتجيرالد الذي عول كثيرا على نظرة الآخر له عندما يعني قام، عندما وصل إلى مرحلة رأى فيها نفسه فاشلا لم يتجاوز ذلك، لم يستطع الوصول إلى داخله بذلك العمق الذي وصلت إليه جي كي رولينج، وهي تخلصت من نظرة الآخر وواصلت الطريق تبعا لأعماق قلبها. جميل اسمهان، أمتعتنا بهذه الحكاية عن الأمل والتحدي الأخرى، وأوشكنا أو نحن تجاوزنا في الحقيقة اليوم أكثر من ساعتين يعني، وعزاؤنا في ذلك المشاهدين والمتابعين الذين يتابعون باهتمام كبير هذه الحلقة التي تجاوزت أكثر من ساعتين، وملاحظاتهم التي لا تتوقف ومتابعتهم لهذه الحصة. أنا سعيد بهذا نجاح هذه الحلقة، نجاح الاستثنائي. نشكر فاطمة جمالي بارشا، إن شاء الله تكون ضيفتنا قريبا أيضا في المكتبة. شكرا اسمهان شعبوني، شكرا ابتسام على هذه الإطلالة الاستثنائية في المكتبة، ستعودين إلى فريق المكتبة الأسبوع القادم، وشكرا هيثم على هذا التألق اليوم في مناسبتين مهمتين، وعلينا أن ننهي مع مريم، نشكرها أولا على الأغاني السابقة لكن نطالب بالمزيد، وفي الأغنية التي سنختم بها هذه الحلقة، ونقول لأصدقائنا وصديقاتنا الذين يتابعونا ما تنسوش تشتركوا في قناة المكتبة على اليوتيوب، رأوا النجم نختفي في أي لحظة ونتحول إلى اليوتيوب، وخلوكم ديما معنا الساعة 9:30 من كل يوم جمعة مع هذا الفريق، والأسبوع القادم تنتظركم مفاجأة من الحجم الثقيل الثقيل الثقيل، فانتظرونا إن شاء الله تكون سهرة ممتعة. والكلمة للمطربة البرنامج مريم، تفضل وإلى اللقاء. استمعنا إلى قصة ابتسام وإلى قصة فاطمة، وسنختم بأغنية خفيفة الظل، هي يأسس لجوليا. يا قصص عم تكتب اسمينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصص عم تكتب اسمينا عزمان الماضي وتمحينا، جينا نحنا وغنانينا والرقص يضوي ليالينا ليالينا ليالينا. يا زمن بالقصص المنسي أو بالأحلام الوردي، يا زمن بالقصص المنسي أو بالأحلام الوردي، لا تتركنا أسرى امبارح ولا ننطر بكرة ليلي، لا تتركنا أسرى امبارح ولا ننطر بكرة ليلي، جينا نحنا وغنانينا والرقص يضوي ليالينا ليالينا ليالينا. يا قصص من بالي شلينا وبقلب الحاضر خلينا، يا قصص من بالك شلينا وبقلب الحاضر خلينا، شو بدك بزمان الماضي نحنا ما خلينا لماضينا.
إلى اللقاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة من المكتبة مع كمال الرياحي، إلى اللقاء.